نحن بنعرف انه اللقطين هو مربى اللقطين، شوربة اللقطين، وبزر اللقطين يلي بنقصقصه بالسهرات، ولكن خلينا نحكي عن فوائد اللقطين للغذاء والعلاج. اللقطين مادة كتير غنية بالفيتامينات، للونها البرتقالي اللي غني بالبيتا كاروتين والفيتامين A، واللي هو بيساعد كتير على تقوية النظر وعلى المناعة وصحة الجسم. اللقطين عادة أو اليقطين وبقولوا له القرع الأخضر أو القرع البرتقالي، هو شجرة من القرعيات مثل كمان الكوسة لما كثير بيكبر. هذا اللقطين مفيد لصحة الكلى، بحسن الكوليسترول الجيد وبنزل الكوليسترول الضار، بحسن صحة العين كثير جيد لصحة العين، مفيد للقلب، مخفض للأمراض، مقوي للمناعة، ومفيد كمان للنساء والرجال على السواء، يمنع تضخم البروستات الحميد، ويساعد النساء كمان على التهدئة والاسترخاء خلال سن اليأس. اللقطين فينا نستعمله ماسك للوجه، فينا نستعمله زيت للشرب، بيحسن الشعر. يعني الرجال اللي عندهم صلع وراثي لما بيشربوا زيت اللقطين وبياخدوا دهن زيت اللقطين على جلدة الرأس ممكن يرجع ينمو عندهم الشعر إذا ما كانت البصلة محروقة نهائياً. هذا هو زيت اللقطين، يؤخذ 3 مرات باليوم، ملعقة كبيرة بنحطها، مش مهم قبل الأكل أو بعد الأكل، مفيد كتير للصحة مثل ما قلنا وللشعر. اللقطين في بقلب البزر اللي هو كمان في منه دواء اسمه بامكن سيد، كمان للعلاجات للقولون للأمعاء. كباية من هيدا بزر اللقطين المطحون أو حتى اللقطين نفسه المطحون مع الحليب والقليل القليل من العسل بيشربوها للولاد قبل النوم، بتنظف القولون. على 3 أيام فينا نشرب منها، كتير بنلاقي نتيجة مفيدة أحسن من كل أدوية الإسهال وأدوية التنظيف للقولون. ولكن بنحذر أنه ممكن يسبب الدوخة، يعني إذا أخذ بكميات كبيرة فلازم ننتبه وناخده بشكل يعني مدروس. اللقطين غذاء كامل غني بالفيتامينات والمعادن، يؤكل بالشتاء وبالصيف وبكل الفصول. وصحتك.